هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية. بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء، في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، هتكون كثيفة أحياناً على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الغربية. وخلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك. أهلا بحضرتك. يمكن لازال ارتفاع في درجات الحرارة ملحوظ مكمل معانا النهاردة، بس بالليل برضو لسه الجو برد، قولي لنا التفاصيل. بالفعل اليوم هيكون في استمرار لارتفاع قيم درجات الحرارة. يمكن احنا بالأمس ارتفع قيم درجات الحرارة على القاهرة الكبرى وصلت ل 27 درجة مئوية خلال فترة النهار، وده أعلى من المعدلات الطبيعية بحوالي 5 درجات. اليوم أيضا متوقع استمرار ارتفاع قيم درجات الحرارة، استمرار تأثرنا بالكتل الهوائية الصحراوية اللي هتؤدي لارتفاع قيم درجات الحرارة، وجود كمان امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ده هيعمل بشكل كبير على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس وطبعا ارتفاع قيم درجات الحرارة. اليوم العظمى على القاهرة الكبرى متوقع أنها تكون ما بين 27 إلى 28 درجة مئوية خلال فترة النهار، فبالتالي استمرار الأجواء الحارة في معظم محافظات الجمهورية من شمال البلاد حتى جنوب البلاد، كافة المحافظات فيها ارتفاع في قيم درجات الحرارة، ده هيكون فترة النهار وتحديدا كمان في فترة الظهيرة مع شدة الإشعاع الشمس. لكن طبعا فترات الليل مع غياب أشعة الشمس هيكون طبعا في انخفاض في قيم درجات الحرارة، الانخفاض ده هيكون ملحوظ أكثر في ساعات الليل المتأخر اللي هي فترات الفجر وفترة الصباح الباكر، إلى وقت دي اللي بنسجل فيها أقل درجة حرارة على مدار اليوم كله، والمتوقع الأجواء فيها تكون أجواء باردة في معظم المحافظات وخاصة كمان المدن الجديدة، الأماكن المفتوحة، المحافظات اللي ليها ظهير صحراوي بشكل كبير. كمان اليوم طبعا تكونت شبوره مائيه كثيفه على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وادت طبعا انخفاض في الرؤيه الافقيه فترات الصباح الباكر، لكن هي سرعان ما هتتلاشى مع سطوع اشعه الشمس، يعني تقريبا ساعه بالكثير الشبوره المائيه تبدا في التلاشي، الرؤيه الافقيه تبدا تتحسن على اغلب الطرق، ويمكن دي الظاهره الجويه المؤثره معانا كمان خلال الايام اللي جايه، استمرار تكون شبوره مائيه خلال فتره الصباح الباكر وساعات الليل المتاخر خلال الايام الجايه، وهتؤدي طبعا انخفاض الرؤيه الافقيه، لكن ان شاء الله ما تاثرش تماما على حركه المرور. متوقع ان شاء الله غدا الخميس يحصل انخفاضات طفيفه جدا في قيم درجات الحراره بمعدل من درجتين لثلاث درجات في معظم المحافظات، وده هيخلينا تدريجيا نحس بانخفاضات قيم درجات الحراره عشان نحس بيها اكتر خلال الايام اللي جايه، يعني مع يوم الجمعه والسبت والحد هيكون في مزيد من الانخفاض في قيم درجات الحراره، هيكون كمان في امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، ده هيساعد بشكل كبير على انخفاض قيم درجات الحراره. لكن مهم جدا في الفتره دي من السنه عدم تخفيف الملابس، وخاصه لو هنخرج فترات الليل بعد فتره الفطار حتى فتره الصباح الباكر مهم جدا ارتداء الملابس الشتويه. صحيح، نصائح مهمة جدا بنشكر حضرتك عليها دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. تعالوا مع بعض دلوقتي بقى نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة في القاهرة والمحافظات. وفي القاهرة العظمى 27 والصغرى 14، وفي العاصمة الإدارية 28-13، الأسكندرية 23-14، أيضا العلمين الجديدة 23-14، مطروح 20-12، ودمياط 24-15، بورسعيد 25-15، والإسماعيلية 28-13، في السويس 27-14، وفي العريش 27-9، كاترين 21-8، وطابة 26-16، حلايب 26-20، وشلاتين 27-19، شرم الشيخ 29-18، والغردقة 28-18، الفيوم 28-14، وبني سويف 28-14، الوادي الجديد 33-13، وأسيوط 30-13، سوهاج 31-13، وإنا 33-15، الأقصر 35-15، وأسوان 36-19. ودي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة في القاهرة وفي المحافظات، ومهم جدا طبعا نأخذ بنصائح هيئة الأرصاد الجوية. دلوقتي عودة مرة أخرى لمصطفى وبسنت ومتابعة فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا هالة. شكرا يا هالة.